بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة الرياضيات. بداية، رؤيتنا للمدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع ومتحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. قيمتنا لهذا الأسبوع وهي الإخلاص. عليكم عزيزات الطالبات أن تخلصوا في أعمالكم وأفعالكم، وأن تكون النية دائما لوجه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه. درسنا اليوم إن شاء الله عن الكسور والمناطق في صفحة 173. أهدافنا لهذا الدرس: استعمال الكسر لتمثيل عدة أجزاء متساوية يمثل كل منهما كسر واحدة. نتذكر بعض المصطلحات الهامة في الكسور عزيزاتي. هنا عزيزاتي 1/2، هنا الواحد يمثل البسط، أي جزء من الأجزاء المتساوية. أما الاثنان هنا فتمثل المقام، أي الأجزاء المتساوية التي درسناها سابقاً. أما كسر الوحدة فهو يكون جزء من الأجزاء المتساوية. مثلاً هنا الأجزاء المتساوية لدينا، نعد هنا كم جزء متساوي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن كسر الوحدة هو 1/6. أما الكسر الكلي عزيزاتي هو 6/6، أي يساوي 1 صحيح، أي 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6/6 يسمى كسر الكل، وستة على ستة تساوي 1. الآن عزيزتي الطالبة، افتح الكتاب صفحة 173، أحل وأشارك. أنشأت بدرية حديقة على شكل مستطيل، وقسمتها إلى 4 أجزاء متساوية، وزرعت أزهاراً في 3 أجزاء. أرسم صورة لما قد تبدو عليه حديقة بدرية. هنا عزيزاتي لدى بدرية حديقة، قامت برسمها على شكل مستطيل، وقامت بتقسيمها إلى كم جزء من الأجزاء المتساوية؟ أحسنتم، قسمتها إلى 4 أجزاء. وكم من الأزهار زرعت عزيزاتي؟ أحسنتم، زرعت في 3 أجزاء. الآن يمكننا أن نرسم مستطيل بهذا الشكل، ولكن أرسموه عزيزاتي باستخدام المسطرة حتى يبدو الأجزاء متساوية. هنا عزيزتي كم قسمت هذا المستطيل؟ إلى كم جزء متساوي؟ أحسنتم، إلى 4. إذن 1، 2، 3، 4، ولكن حاولوا أن تكون الأجزاء متساوية باستخدام المسطرة. هنا عزيزتي وكم أزهارا زرعت؟ زرعت 3 أجزاء من هذه الحديقة. إذن سنقوم بتلوين الجزء الأول والجزء الثاني بهذا الشكل والجزء الثالث. أحسنتم، يمكنني أن أكتب الكسر لهذا الشكل. نعم يمكنني، سأقوم برسم هذا الكسر. هنا المقام عزيزاتي يمثل ماذا؟ أحسنتم، الأجزاء المتساوية وهي كم؟ 4. أحسنتم، وكم زرعت من الأزهار في كم جزء عزيزاتي؟ أحسنتم، 3. إذن 3/4 قد يبدو هذا الكسر. انظروا معي عزيزاتي إلى بعض الحلول لبعض الطلاب. هنا عمل خالد، قام بتقسيم هذا المستطيل إلى 4 أجزاء. 1، 2، 3، 4،
أما الأجزاء وقام بتلوين الأجزاء الثلاثة باللون البرتقالي حتى يمثل الأجزاء الثلاثة. لماذا؟ أحسنتم للزهور التي زرعتها بدرية. نرى الآن عمل طالب آخر، قام بتقسيم هذه الحديقة على شكل، أولا رسمها على شكل مستطيل، وقام بتقسيمها إلى كم جزء؟ أحسنتم، إلى 4 أجزاء. وقام بتلوين كم من الأجزاء؟ 3، حتى يمثل ماذا؟ أحسنتم، حتى يمثل الأزهار التي زرعتها بدرية في الحديقة. إن كانت إجابتكم مثل هذه الإجابات فضعوا لكم علامة صح. الآن عزيزتي الطالبة تابعي معي صفحة 174. قدم علي جزء من الفطيرة إلى صديقه، ماذا يمثل كل جزء من الفطيرة؟ ما مقدار ما قدمه علي؟ وما الجزء الباقي؟ يمكنني استعمال الكسور لتمثيل أكثر من جزء واحد من الأجزاء المتساوية. أولاً عزيزاتي، كم جزء متساوي هنا؟ نعد مع بعض، 1، 2، 3، 4، 5، 6. أحسنتم، إذن المقام سيكون دائماً 6. هنا يريد منك أن تمثلي كل جزء من الفطيرة. انظروا معي هنا، هذا يمثل 1 على، أحسنتم، 1 على 6، وهذا 1 على 6 أيضاً، لأنه جزء من الأجزاء المتساوية، جزء واحد أي كسر الوحدة، 1 على 6، وهذا أيضاً إذا أردت أن أكتب كسره 1 على 6. أحسنتم، ما مقدار ما قدمه علي؟ أحسنتم، عزيزاتي مرة أخرى نقسم الفطيرة بأكملها إلى كم جزء عزيزاتي؟ إلى 6 أجزاء، 1، 2، 3، 4، 5، 6. قسم الفطيرة بأكملها إلى 6 أجزاء، ماذا بها؟ متساوي. أحسنتم، وفي كل جزء كيف يمكن أن أكتب بكسر كل جزء؟ 1 على 6. أحسنتم، هنا 1 على 6، 6 أجزاء مقدار الواحد منها. ولكن الكل، الكسر الكلي لهذه الفطيرة كيف يمكننا أن أكتبها؟ أحسنتم، سأكتب المقام 6 لأنها قسمت على 6 أجزاء. وكم لدينا من الأجزاء هنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن الكل هو 6 على 6. أحسنتم، ننظر هنا عزيزاتي، 2 من الأجزاء مقدار الواحد منها 1 على 6، في كل جزء 1 على 6 فقط، الذي الأجزاء التي لم تؤكل بعد. و4 أجزاء هنا يمكنني أن أكتبها 1، 2، 3، 4. هنا 1، 2، 3، 4، 4 على 6. هذه تمثل الأجزاء الباقية من الفطيرة. إذن أولاً طلب منا أن نكتب الجزء لكل، أحسنتم، الجزء الواحد لكل جزء من الفطيرة. هنا لدينا 1 على 6، وهذا أيضاً يمثل 1 على 6، وهذا 1 على 6، وهذا أيضاً 1 على 6، 1 على 6. أما الجزء الكلي، الكل قبل أن تؤكل الفطيرة، فهي كم عزيزاتي كانت؟ أولاً مقسمة إلى 6 أجزاء، وكم بها من القطع؟ 6، إذن 6 على 6 هو الكسر الكلي. أما بعد ذلك تم أكل منها كم عزيزاتي؟ أحسنتم، تم أكل منها قطعتين، يعني 2 على 6. إذن الباقي كم من الفطيرة عزيزاتي؟ نعد الباقي، 1، 2، 3، 4، إذن الباقي هو 4 على 6.
الآن عزيزي الطالبة في صفحة 175 تدرب موجه في تدريب رقم 2. صنعت سعاد كعكة، ما الكسر الذي يمثل كل قطعة من الكعكة الكاملة؟ نريد الكسر الذي يمثل كل جزء من هذه الكعكة، أي هذا الجزء ما هو كسره، هذا الجزء ما هو كسره، وهكذا. الآن نريد أن نرسم الكسر بهذا الشكل، وهنا نريد أن نكتب البسط والمقام. سنبدأ بالمقام. المقام عزيزاتي ماذا يمثل؟ أحسنتم، إنه يمثل الأجزاء المتساوية بهذا الشكل. عدوا معي كم جزء متساوي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أحسنتم، إذن سأكتب في المقام 8، وكل جزء واحد منهم يمثل، أحسنتم، 1/8. أحسنتم. الآن في تدريب رقم 3، في الصورة الواردة في التمرين رقم 2، هذه الصورة صورة الكعكة، كم قطعة أكلت من القطع التي يساوي كل منها 1/8 الكعكة الكاملة؟ نريد أن نعرف عدد القطع التي أكلت. كم قطعة أكلت هنا عزيزاتي الفارغة؟ أحسنتم، 1، 2 قطعتين، سأكتب هنا 2. الآن سؤال آخر، ما الكسر الذي يمثل الجزء الذي أكل من الكعكة الكاملة؟ أحسنتم، أولا سأرسم الكسر بهذا الشكل، وماذا سأكتب هنا؟ المقام. المقام هنا يساوي ماذا؟ الأجزاء المتساوية، وهي 8، سأكتب هنا 8. أحسنتم. وماذا سأكتب هنا في الباسط؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أمثل الأجزاء التي أكلت من الكعكة، والتي أكلت كم عزيزاتي؟ 2. إذن 2/8 هي الإجابة الصحيحة. الآن عزيزتي الطالبة في صفحة 175 تدريب رقم 4 و5 و6، سنقوم بحله معا، ثم سأعطيكم بعض الأسئلة لكي تحلونها بمفردكم. الآن عزيزتي، هذا الشكل الذي أمامكم عبارة عن مستطيل، وقد تم تقسيمه إلى 3 أجزاء، جزئين منهما باللون الأزرق وجزء آخر باللون الأصفر. السؤال الأول يقول، ما عدد الأجزاء الزرقاء التي يمثل كل منها 1/3؟ هنا عزيزاتي أريد منكم أن تكتبوا المقام لهذا الشكل أولا. كم هنا من الأجزاء المتساوية؟ أحسنتم، 3، وكل جزء منهما أريد أن تكتبوا للون الأزرق الجزء الذي الكسر الذي يمثله. نعم، أحسنتم، إنه 1/3، وهذا أيضا 1/3، والأصفر يمثل أيضا 1/3. يريد منكم هنا عدد الأجزاء الزرقاء التي تمثل كل منهما 1/3. كم جزء من الأجزاء الزرقاء؟ أحسنتم، 1/2، إنها 2. أحسنتم، إذن 2 من الأجزاء الزرقاء التي تمثل 1/3. ما الكسر الذي يمثل الأجزاء الزرقاء؟ أولا سأكتب المقام هنا، يمثل المقام عدد الأجزاء المتساوية هو 3. كم جزء من الأجزاء الزرقاء؟ عدوا معي، 1، 2، إذن سأكتب في البسط 2. ما الكسر رقم 6 الآن؟ ما الكسر الذي يمثل كل الأجزاء؟ كل الأجزاء، أولا سأكتب رقم 3 هنا في المقام، يريد أن يمثل كل الأجزاء. كم أجزاء هنا؟ كم عدد الأجزاء الذي لدينا هنا؟ أحسنتم، 3، إذن 3/3، و3/3 يساوي كم؟ 1. وماذا نسمى هذا الكسر؟ كسر الكل، لأنه يسأل عن كل الأجزاء. أحسنتم. الآن عزيزتي الطالبة، سأقوم بحل تمرين رقم 7 و8، سنقوم بحله معا، ثم سأترك لكم تدريب رقم 9 و10 تحلونه بمفردكم. هنا عزيزتي في هذا السؤال في صفحة 175، نريد أن نكتب كسر الوحدة الذي يمثل كل جزء من الكل، ثم أكتب عدد الأجزاء الزرقاء
والكسر من الكل الذي يمثل اللون الأزرق. أولاً سأكتب الكسر، كسر الوحدة. كسر الوحدة هنا لكل جزء منهما عزيزاتي، كم يمثل كسر الوحدة؟ أولاً سأعد الأجزاء، سأرسم كسر هنا بهذا الشكل، وأقوم بعد الأجزاء المتساوية. كم جزء متساوي؟ أحسنتم، 2. إذا سأكتب هنا 2. وكم جزء الوحدة؟ كم يمثل؟ أحسنتم، 1/2. هذا كسر الوحدة. أما الآن يسألك سؤال آخر، اكتب عدد الأجزاء الزرقاء، كم جزء أزرق هنا عزيزاتي؟ أحسنتم، 1. السؤال الآخر، والكسر من الكل يريد منك الكسر الذي يمثل اللون الأزرق. أحسنتم، 1/2. أحسنتم، هذا الكسر الذي يمثل الكسر من الكل الذي لونه أزرق. هنا رقم 8 عزيزاتي، نريد أن نكتب كسر الوحدة. أولاً نعد عدد الأجزاء المتساوية، 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا سأكتب هنا 6، وجزء الوحدة إذا سأكتب 1/6 في كل لكل جزء منهما. الآن عدد الأجزاء الزرقاء كم؟ أحسنتم، إنها 3، سأكتب 3. الآن سأقوم بكتابة الكسر من الكل الذي يمثل اللون الأزرق في المقام. ماذا سأكتب؟ عدد الأجزاء وهي 6. كم جزء من اللون الأزرق؟ 3. إذا 3/6. أحسنتم. الآن قوموا بحل تدريب رقم 6 و10 بمفردكم. أريد منكم أن تكتبوا كسر الوحدة أولاً لكل شكل، ثم تكتبوا عدد الأجزاء الزرقاء لكل شكل، ثم تكتبوا الكسر من الكل الذي باللون الأزرق، ثم تأكدوا من إجاباتكم. أحسنتم، هنا كسر الجزء يمثل 1/4، ممتازة. وكم جزء من اللون الأزرق؟ 2. أحسنتم، وما الكسر الذي يمثل اللون الأزرق؟ 2/4. لماذا المقام 4؟ لأن لدي 4 أجزاء متساوية. انظروا معي هنا، 1، نعد الأجزاء المتساوية، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذا الكسر هو هنا المقام 8، وكسر الوحدة 1/8. وكم جزء يمثل اللون الأزرق؟ عدوا معي اللون الأزرق. أحسنتم، إنه 6، سأكتب فقط 6. الآن سأكتب الكسر للون الأزرق وهو 6/8. إن كانت إجابتكم صحيحة فضعوا لكم علامة صح. الآن عزيزي الطالبة، في صفحة 175 تدريب رقم 11، أرسم مستطيلا مقسما إلى 6 أجزاء متساوية، ثم أكتب كسر الوحدة الذي يمثل كل جزء، ثم أظلل 2/6 للمستطيل، وأوضح كيف عرفت أنني ظللت 2/6 للمستطيل. إذا سأرسم مستطيلا بهذا الشكل، وأقوم بتقسيمه إلى كم من الأجزاء عزيزاتي؟ 6. عدوا معي، 1، 2، 3، 4، 5، 6. أحسنتم، وبعد ذلك سأظلل 2/6، سأظلل مربعان، 1، 2. بعد ذلك أوضح كيف عرفت أنني ظللت 2/6 للمستطيل. أعلم أنني ظللت 2/6 لأن كل جزء منهما يساوي، كل جزء من هذا المربعات يساوي 1/6. الآن عزيزتي الطالبة، افتح الكتاب صفحة 176 ونمذج، اقرأ السؤال جيدا وقومي بحله بمفردك ثم تأكدي من إجابتك. مرحبا بكم مرة أخرى، ونمذج. لدى ليلى 6 أوشحة حمراء و3 أوشحة زرقاء، لكل وشاح حافتان، كم حافة لدى ليلى على أوشحتها؟ أكتب جملا عددية لتمثيل المسألة وحلها. هنا عزيزاتي، لدى ليلى كم من الأوشحة؟ لديها 6 من الحمراء و3 من الزرقاء.
إذا 6 + 3 = 9. إذا ولكل شاحن منه كم من الحواف؟ 2. إذا 9 ضرب 2 = 18 حافة. الآن عزيزتي الطالبة، قومي بحل تدريب رقم 17 بمفردك ثم تأكدي من إجاباتك. مرحبا بكم مرة أخرى. أكتب قصورا لأوضح 3 أجزاء من كل من أطباق الخضار المجاورة. لدينا هنا عدد مختلف من الأطباق الخضار هنا بأحجام مختلفة، صغير ووسط وكبير. نريد أن نكتب القصور ثم نتعرف ما أوجه الشبه والاختلاف بين القصور. هنا عزيزتي انظروا معي في أول طبق، كيف يمكنني أن أكتب الكسر له؟ أحسنتم، سأقوم الآن بعد هذه بعد الأجزاء المتساوية 1 2 3 4. عدوا معي، إذن سأكتب هنا 4. وكم جزءا يحتوي على الخضار؟ عدوا معي هنا 1 2 3 فقط، 3 أجزاء يحتوي على الخضار، 3 على 4. ننظر هنا إلى الطبق الذي في الوسط، كم جزءا متساويا؟ 1 2 3 4 5 6. إذا سأكتب هنا 6. وكم جزءا من الخضار لدينا؟ لدينا هنا جزر، 1 2 3 4. لدي فقط 3 وليس 4. لدي هنا، نعد مرة أخرى الأجزاء التي تحتوي على الخضار. هنا لدي الجزر، ولدي هنا هذه الخضرة، ولدي أيضا بعض البطاطس من هذا الشكل. إذن 3 أجزاء تحتوي عليها من الخضار، 3 على 6. نعد الآن هنا كم جزءا متساويا؟ عدوا معي كم جزءا متساويا في هذا الشكل. أحسنتم، إنه 8. وكم جزءا يحتوي على الخضار؟ أحسنتم، 3. 3 على 8. إذا لكل من القصور أوجه تشابه واختلاف. هنا عزيزاتي ما الأشياء المتشابهة في 3 أطباق في قصورهم؟ أحسنتم، إنه البسط. 3 هنا لدينا، وهنا أيضا، وهنا أيضا لدينا 3. إذا لكل من القصور نفس البسط، لأن كل منهما يمثل كم من الأجزاء؟ 3 أجزاء متساوية. أحسنتم، أما الاختلاف هنا في ماذا؟ أحسنتم، الاختلاف فقط في المقام. هنا لدي 4، وهنا 6، وهنا 8. إذا الاختلاف في القصور، القصور لديهم قصور لها مقامات مختلفة. لماذا؟ لأن كل طبق يحتوي على عدد مختلف من الأجزاء المتساوية الإجمالية. انتهى درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا أن تحلوا واجبكم في البوابة الإلكترونية. شكرا لكم يا بطلات على أدائكم الرائع اليوم.